هلا والله، كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. انا اسرار، اللي ما يعرفوني عملوا لي سبسكرايب، انزل فيديوهات كليه كل اسبوع. اليوم حنسوي تحدي ال100 طبقه. طبعا حتسالوا ايش ال100 طبقه اللي حاسويها. حسوي 100 طبقه من الاي شادو والجليتر اللي هو اللمعه. اذا وصلنا ذا الفيديو 30,000 لايك حسوي كمان تحدي 100 طبقه بس من شيء ثاني سبرايز. فيلا نبدا بالطبقه الاولى. اول شيء ححط برايمر للعين لاني ححط 100 شادو، فابغاهم يقعدوا مع بعض. يلا واحد. وصلنا لين 10. شوفوا كيف الظلال صارت. مسحها الآن ولا ما أدري؟ خلينا نكمل. واو، 20 طبقة، وحاسة كده عيوني شوية تحكني، ما أدري، إن شاء الله كده على خير أكمل للمية. اللي بعده. واو. احس جفني صار كده فوق كتله طبقه، يعني ما ادري، يمكن منغره. ان شاء الله ما في حساسيه. واو، طلع لنا. من كتر البودرة صار يطيح كده على تحت. حلاوة قطن. مت. اوكي، كملت 50 طبقة. ما ادري ايش وضع الاشياء اللي هنا، بس الكاميرا حتطفي عليا، فحروح اشحنها وحرجع لكم. اوكي باك. فالشيء اللي هنا بنفضه مرة منرفزني. بسم الله. اوكي، يدي وجهي كله معدومين. واتبين. اوكي،
سووا تحدي 30 طبقة 20 طبقة ما 100 طبقة. في موت اثنين وثمانين الآن ومستمرين. والله حاسة كده جفني صار تقيل مرة كده ما أعرف أرفع زي الناس. ياس اخيرا. او ماي جاد ماني قادره افتح عيوني زي الناس. اقسم بالله انه بياخد وقت مره كثير. يلا 91 او ماي جاد هذا اقصى شيء. اوكي كم قررت ثلاثة آخر طبقات أحطها لمعة. طبعاً من قادر أفك عيوني زي الناس، بس يعني الحمد لله إنه ما دخل جوت عيني ولا شيء، فعادي. أي لين أرسل؟ ممكن أنا عند دكتور العيون. What is this؟ بس عشان إنه نتأكد مزبوط، كمان بحط طبقتين. طبقتين مين الان شادو والجليتر. بس الحين انا حمسح هذا وحنشوف النتيجه النهائيه. واو زوم ان 100 طبقه من الاي شادو والجليتر. شوفوا كميه ال او ماي جاد يا. فان شاء الله انبسطتوا بالفيديو. لا تنسوا توصلوا الفيديو ده 30 الف لايك عشان ينزل نفس المية طبقة نفس تحدي المية طبقة بس بشكل تاني. واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. سيو. جبت منزيل ميك اب ماء وزيتي في بعض خلطتهم ويلا. oh my god ما راضي يتحرك شيء ولا شيء. ها كيف يخرج؟ عشان فيه غرام مليان. راح احط بس منزيل زيتي. واو 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 ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ يو هذا كان على عيني. شوف الطبقة كلها غرا حسيت. وات اخيرا نظف الوجه. يلا سيو.